يقول: هل الموت على التوحيد الخالص شرط لمغفرة الذنوب؟ ما في شك يشترط لمغفرة الذنوب الموت على التوحيد. قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. التوحيد يكفر الله به الذنوب،